اسمح لي أن نقرأ هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا من برلين أو من ألمانيا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم بمقر إقامته في برلين السيد إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار. السيد الرئيس يؤكد سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى انفتاح مصر للتعاون مع شركة مرسيدس بنز، خاصة في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال، فضلا عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والإقليمية، وهي العوامل التي أدت إلى جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل في مصر. ولذلك فإن شركة مرسيدس العالمية لها فرصة ضخمة لتنمية مشروعاتها وتعاونها المشترك في مصر. من جانبه أكد السيد فون كلايدن حرص شركة مرسيدس بنز على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون في مصر، لا سيما في ظل ما تتمتع به الشركة من تاريخ ممتد في السوق المصرية، مشيدا في هذا الخصوص بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبي وتعزيز عملية توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى حرص الرئيس على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أي عقبات في هذا الإطار، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة، ومنوها إلى أن السوق المصري يعتبر حاليا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يفتح الأفاق لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضا لخطط شركة مرسيدس بنز للتعاون في مصر، خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة، سواء الكهربائية كانت أو تلك التي تعمل بالغاز. إذن كان هذا بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في برلين مع السيد إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر. وهذه الصور التي نشاهدها الآن يعني تعكس هذه الزيارة وهذا اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الشركة الألمانية.